شبكة شام في حمص وريفها أبو محمد شام. سيد أبو محمد، يعني واضح أن حمص تتعرض منذ أيام لاشتباكات ومعارك عنيفة، هل يمكن أن تضعنا في الأجواء الميدانية التي تحصل على الأرض؟ مدينة حمص المحاصرة منذ أكثر من سنة ونصف، هي محاصرة في حصار خانق. الآن تتعرض منذ يومين، منذ البارحة الساعة 9 صباحا، إلى قصف شرس وعنيف جدا. إن كان البارحة بدأنا بالطيران الحربي المقاتل، لا سيما الطيران الحربي الحديث من نوع يك 130، الذي سريع جدا ولا يمكن إن كان للمدنيين أو حتى أن أحد أن يلاحظ مرور الطائرة. قامت بقصف عدة أكثر من 10 غارات، بالإضافة اليوم صباحا قامت نفس الطائرات بقصف منزل المدنيين يحوي على عائلة. تم استشهاد أم وطفليها، والطفلين الآخرين هما الآن في العناية المركزة في المشفى الميداني المتواجد في حمص القديمة، بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة التي دارت على كافة جبهات مدينة حمص، لا سيما في حي باب هود، بالإضافة إلى حي وادي السايح وجورة الشياح وحي الخالدية، الذين بالتزامن مع القصف العنيف والمتواصل من راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة في قصف غير مسبوق، إن كان من ناحية العنف أو حتى شدة القصف، بالإضافة إلى استخدام أسلحة جديدة، صواريخ لا نعلم ماهيتها، يصدر الصاروخ دخان أبيض من دون انفجار في بعض الأوقات. الوضع نوعا ما اليوم بين الحين والآخر يكون الاشتباكات عنيفة، بالإضافة يكون القصف عنيف، ريتما يهدأ بعد الدقائق. شكرا مراسل شبكة شام في حمص وريفها أبو